وهذا سائل يقول: هل إذا اختل شرط من شروط الجهاد مثل العدة الإيمانية هل يكون المسلمون آثمون بعدم جهادهم للكفار؟ وهل المسلمون اليوم توفرت فيهم شروط الجهاد؟ إذا توفرت شروط الجهاد يجب الجهاد على المسلمين، وتركه ضياع للإسلام وتسليط للكفار. أما إذا لم تتوفر الشروط، الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.